بقول لكم يا جماعة، أنا عندي مشكلة بجد والله العظيم ما بقرا. دلوقتي أنا عايز أعرف الدريسنج روم من حق الزوج ولا الزوجة؟ ده رقم واحد، عشان أنا لو جيت خطبت وجيت اتجوزت أكون فاهم. أنا عايز أعرف اللي ليا واللي عليا. دلوقتي مش المفروض الدريسنج روم دي 50 50، ولا هي بتبقى 80 20، ولا انا احط حاجتي في بيتي وبعد كده ابقى اروح بقى اجيب اي حاجه انا عايزها؟ يعني لما اخد شاور اخده فين؟ مش فاهم، اخده في بيت انا ولا اخده عندك واجي اروح البس في البيت؟ انا عايز افهم، عشان انا الموضوع ده لما بقعد مع كذا بني ادم بيديني اختلافات. انا لسه واحد صاحبي لسه متجوز، ما انتوا عارفين هشام، المهم لسه متجوز، قاعد بدردش معاه ومراته كده، لقيته بيقول لي لا انسى. يا معلم في ايه يا معلم، احنا رجاله وبتاع. قال لي 80 20. يا عم يرضيكي، ما هي هي اللي قالت لي، قالت لي 80 20. فالمهم ايه، فبسأل كده الناس وبتاع، ف ايه الكلام؟ والله العظيم قالوا لي يا باشا انت هيتساب لك حته قد كده في دريسنج روم، ده انا احط فيها ايه دي بقى؟ والله العظيم ما ورق دي انا احط فيها ايه دي، والله اقسم بالله اتقال لي كده. انت هنفضي لك يعني، ها لو انت اتجوزت يعني هتاخد حته قد كده. ايه ده بقى؟ ما هو انا، ما لو الدنيا مش جايه معايا سكه انا هفهم، فهموني اتجوز ولا ما اتجوزش. طيب انا دلوقتي افرض اتجوزت ولقيت بنت حلال، هتديني حته قد كده؟ والله العظيم ثلاثة أنا ما بهرج، أعمل إيه بقى؟ ما حد يرد عليا، عشان أنا بكلمكم في موضوع مهم، وكتاب اللي بكلمكم في موضوع مهم. أنا دلوقتي واحد عندي لبس كتير، خلاص أبويا وأمي كل ما ينزلوا في حتة ولا يروحوا في حتة يجيبوا لي حاجة، تمام كده؟ وأنا بنزل كتير ولبسي كتير، أعمل إيه؟ ما حد يقول لي، عشان الموضوع واقف، الموضوع واقف. انا اتقال لي حته قد كده، اقسم بالله اتقال لي حته قد كده. لو اتجوزت ده انا احط فيها ايه دي بقى؟ اسكارفات دي ولا احط فيها ايه؟ ما انا حد يفهمني، ما هو انا عايز افهم انتي واخداني وانتي دماغك مش شغاله ولا انا ايه مش فاهم. ما انا عايز افهم، فهموني بجد والله العظيم ايه الموضوع، وليه اصلا تاخدوا الدولاب كله؟ ما انتي اللي تاخدي حته قد كده، معلش. ده انتي تاخدي حته قد كده، انت اخرك ايه؟ كام درس على كام على كام سكيرت بتاعتك، على كام بنطلون يعني؟ ما لكن انا بدل وجرافطات وتيشيرتات وتفاصيل. فانا يا جماعه انا بقول انا هاخد 70% من الدريسنج روم، وللاستاذه اللي هتبقى في حياتي 30. يعجب اهلا وسهلا، ما يعجبش يا دار ما دخلك شر، عشان انا اتخنقت ومش هينفع الكلام ده يزيد اكتر من كده. فهمنا ولا نعيد؟ فهمنا. انا افتكر كده الكلام، واللي عنده جديد يقوله لي. الدريسنج روم للناس اللي متجوزه اديك 50 50 ولا 60 80 ولا ايه، بس فهموني، عشان انا ايه، انتوا عشتوا انا لسه ما عشتش، ففهموني ارجوكم. شكرا.